امبارح شفنا مع حضراتكم بيان البنك المركزي اللي اكد فيه قدره القطاع المصرفي المصري في انه يسيطر على استقرار سوق العملات، واتخذ مجموعه من الاجراءات النهارده اللي لاقت الحقيقه ترحاب كبير جدا، من بينها ما يتعلق بسماح البنك المركزي للبنوك المصريه ب يعني تنفيذ عمليات المشتقات الماليه، ودي رساله للمستثمرين الاجانب عشان يقدر ان هو يتعامل بحريه فيما يتعلق بالعملة المحلية، يبقى عارف وضع العملة المحلية مقابل الدولار، لو حصل أي تذبذب أو أي اهتزاز بيقدر بالتالي أنه هو يتعامل بقيمة معينة، يقدر أنه يحول فلوسه أو يتعامل بالدولار أو يسحب الدولار أو يقدر يتعامل بشكل مرن دون التقيد يعني بسعر الصرف. وقتها هنعرف يعني المشتقات المالية، لأن دي هي خطوة النهاردة ناس كتير جدا ومصرفين كتير اتكلموا عليها وقالوا أن دي خطوة محترفة من البنك المركزي، ودي خطوة مهمة اتخذها البنك المركزي فيما يتعلق كرسالة للمستثمرين الأجانب. النهاردة وكالة فيتش كمان للتصنيف الائتماني، وهي إحدى كبريات الوكالات الاقتصادية العالمية، قالت أن نسب الاحتياط الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن يصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس المال، وأكدت يعني على مجموعة من الأمور الهامة. أشارت إلى أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفايدة بشكل كافي لجذب تدفقات المحافظ الجديدة. أمور اقتصادية ومصطلحات اقتصادية هنضعها قدام الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اولا حابب ابدا مع حضرتك بوكاله فيتش واللي ذكرته النهارده، قدره البنوك المصريه على مواجهه تداعيات انخفاض الجنيه والتعامل، وان كمان هيكون في تعامل جيد مع المحافظ الاجنبيه. خلينا نشير في البدايه الى المراكز الماليه للقطاع المصرفي المصري، وفي ظل النسب الالزاميه اللي هي اقرها البنك المركزي الاحتياطي، بالتاكيد ده بيدعم من مش بس المراكز الماليه لكن كمان بيدعم من القاعده الراسماليه لاي بنك، اللي بتمكنه انه مش بس يمنح مزيد من التمويلات لكن كمان يدير اداره بها قدر عالي من التحوط. والحقيقه البنك المركزي حريص كل الحرص على انه يدعم المراكز الماليه للبنوك ويضمن جوده وسلامه الاصول، ودي الحقيقه مساله هامه للغايه جنب الى جنب مع توافر قدر كبير من السيوله داخل القطاع المصرفي تمكنه انه مش بس انه يتعامل مع التحديات لكن كمان تمكنه انه يقود حركه الاستثمار وحركه النشاط الاقتصادي للامام. ما يتعلق بقدره القطاع المصرفي على ضبط سوق الصرف، الحقيقه هو منذ ان تحرك البنك المركزي واعطى سياسه مرنه لاداره سعر الصرف، الحقيقه البنوك تبادلت فيما بينها علشان مش بس التحفظ على القدر الاكبر من النقد الاجنبي اللي كان بيتم تداوله خلال الاسابيع والاشهر الماضيه خارج الاطر الرسميه، لكن كمان هي البنوك اصبحت بتتنافس فيما بينها للحصول على اكبر قدر من النقد الاجنبي، وده بالفعل اتحقق يمكن خلال الثلاثة ايام الاولى من اطلاق هذه الاليه. ويمكن الحقيقه البنك المركزي في بيانه اشار الى هذا الامر انه البنوك نجحت في توفير ما يتجاوز 2 مليار دولار، وده الحقيقه الامر الاكثر اهميه انه نجحت كمان في 3 ايام 2 مليار دولار في 3 ايام ثلاث ايام عمل، والامر الاكثر اهميه انه اصبح في تدفق من النقد الاجنبي من الخارج. دي الحقيقه يمكن 925 مليون صحيح، وده معناه ببساطه انه مش بس الداخليه لكن كمان المستثمرين الاجانب اصبحوا ينظروا للنقطه الحاليه لسعر الصرف على انها نقطه يعني نقطه تقريبا الجنيه بيعادل قيمه بالنسبه للنقد الاجنبي قيمه معتدله، وبالتالي هم رغبوا في انه يتخلصوا من النقد الاجنبي في هذا المستوى تجنبا ليمكن ان يتحقق لهم خسائر اذا ما هدأت الاوضاع خارجيا ونجحت طيب. الدوله المصريه انها الخطوه كمان اللي البنك المركزي قالها في بيانه امبارح، فكره انه سمح للبنوك بتنفيذ عمليات المشتقات الماليه. انا مش فاهم يعني ايه مشتقات ماليه، ولكن اللي حاولت كده يعني استوعبه ان عدد كبير من المصرفيين النهارده بيشيدوا بالخطوه دي. خلينا نبسط انه بالتاكيد المستثمر عينه على المستقبل تمام، وعايز يطمئن ويستقر في تعاملاته فيما يتعلق بالمستقبل اكيد، وفي ظل تذبذبات عنيفه في سعر الصرف بتبقى المسائل اكثر صعوبه.
والبنوك غير قادرة على تلبية متطلبات في المستقبل. فالبنوك يمكن لها، ودي الحقيقة الآلية اللي أشار إليها بيان البنك المركزي، إنه البنك المركزي بيمنح الصلاحية للبنوك، وهو الحقيقة كمنظم ورقيب له هذا الدور، أن يمنح أو أن يمنع. فبيتيح للبنوك إنها تبرم اتفاقات فيما يتعلق بالمستقبل، لكن أخذا في الاعتبار الأخذ بمنهج أو مبدأ التحوط. وبالتالي البنوك بتلتزم التزامات مستقبلية في إطار إنها لديها نسب مارجن للتحوط يحميها ويحمي مركزها المالية. يعني معلش يا دكتور، لو مستثمر أجنبي هيجي يقول مثلا أنا والله أنا هستثمر أو هحول لمصر في المشروع بتاعي 100 مليون دولار، فعلى سعر الصرف النهارده 29.61، صحيح البنك يقول له ايه؟ يقول له انا برضه هثبت معاك على 29 مثلا 61، او يقل شويه او يزيد شويه في تعاملاتك. البنك في اطار اتفاقه مع هذا المستثمر بيتفق على سعر ما، وهذا السعر بيؤخذ فيه. البنك بيبقى عنده دراساته الداخليه، تمام، مش بس داخل البنك لكن كمان لسوق الصرف وللوضع الاقتصادي ككل، مش بس محليا لكن كمان دوليا، وبياخذ في اعتباره نسبه للتحوط. وبالتالي يمكن للبنك ان يبرم هذا الاتفاق، وبالتالي يامن يمنح مزيد من النقد الاجنبي، او يتاح له مزيد من النقد الاجنبي، وفي ذات الوقت ايضا يكون عليه التزام بنسب تحوط معينه، وبالتالي هو بيبرم اتفاقات تتيح مزيد من تدفق النقد الاجنبي. طيب المستثمر اللي هيشتغل وفقا للمشتقات الماليه الجديده اللي اعلن عنها البنك المركزي امبارح هيستفيد ايه، او ايه اللي هيشجعه ان هو يعمل ده؟ عده امور. الامر الاول هو انه يضمن نقد اجنبي اذا ما رغب في الخروج. تمام. الامر الثاني انه يمكنه انه يستثمر، لانه هو المستثمر الاجنبي عينه على الاستثمار، مش بس عينه على سعر الصرف. مظبوط. لكن هو عينه على الاستثمار، فيمكن له ان يستثمر بمعدل عائد مرتفع، اخذا في الاعتبار نسب الفائده حاليا مرتفعه، وفي ذات الوقت ايضا يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف. المشكله انه المستثمر بيبقى جاي لو هو في اي دوله، ويمكن ده الوضع اللي احنا كنا فيه منذ اسابيع معدوده. المستثمر ما كانش ممكن يجي يحط استثمار بالنقد الاجنبي وهو حاسس انه في دعم للعمله الوطنيه. وفي سعرين. وفي سعرين. في سعر في البنك بيقول له 19، هو وفي معنى سعر بره يقول له حاجه و30. ما هو معنى سعرين انه في شبهه دعم للعمله، وبالتالي المستثمر مش هيقدم على التخلي عن. فحضرتك عملت مرونه في العمله واديته اليات يقدر ان هو يستثمر وهو مطمن، ويسحب ويدخل ويخرج فلوسه بالدولار زي ما هو عايز. فاصبح لدينا عائد مرتفع على الاستثمار في ظل ارتفاع اسعار الفائده. ولدينا ايضا اتفاق باليه تحوط اذا ما رغب في الخروج. تمام. بيبقى عامل حسابات، وبالتالي هو بيقارن ما بين مكسبه في الاستثمار ومكسبه او خسارته او معادلته او التعادل في حال اذا ما رغب في التخارج، فحينها سوف يغير او يعود مره اخرى لعملته بسعر لا يبتعد كثيرا عن السعر اللي دخل بيه. شاكر جدا لحضرتك يا دكتور هشام، لان الصوره كده وضحت يعني وفهمناها، ودي اعتقد يعني خطوه جديده وخطوه مهمه ان شاء الله يكون ليها ثمار في المدى القريب. شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، شكرا جزيلا لحضرتك.